وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله مضيفا إلى هذا القول الكفر بما يعبد من دون الله. الكفر هو الجحود والتغطية والبغض والابتعاد، لابد. فمعنى ذلك بينا أن قول لا إله إلا الله ما يكفي، يعني يكون الإنسان يقول لا إله إلا الله لا يكفي، لا بد أن يكفر بالمعبودات من دون الله. والكفر بالمعبودات مثل ما سمعنا جحودها، يعني أنها ما تنفع، أنها باطلة، وكذلك بغضها، ولأن هذا في ضمن الكفر، بغضها وعداوتها في ضمن الكفر، الكفر بها، وكذلك الابتعاد عنها وعن أهلها يكون كذلك كفر بها، مثل ما مر معنا في الآية التي في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، إلى آخر الآية. فتبين بهذا أن توحيد أمره واضح في هذه النصوص، وأن الإنسان يجب أن يكون متحلم بهذه الأمور، وإذا لم يكن كذلك فإنه ما عرف التوحيد ولا دخل في قلبه.